زي ما قلت لحضراتكم الوداد ما عندوش حاجه يخسرها وهيلعب النهارده بمبدا الكل في الكل. اعتقد انه فرصته الوحيده في تخطي الاهلي في مهمه تقريبا شبه مستحيله انه يحقق الفوز باكثر من 3 اهداف، وده شيء وسيناريو يستدعي مخاطره هجوميه واعتقد خطه خليني اوصفها بالمجنونه. خلينا نعرف اكثر وجهه نظر او طريقه لعب الوداد بوجهه نظر مغربيه. خلينا ندخل اكتر كده ونسمع وجهه نظر مغربيه. معانا كابتن حسن ناظر النجم فريق الوداد وبنفيكا البرتغالي ومنتخب المغرب السابق، منورنا على شاشه قناه الاهلي. اهلا، مساء الخير. خليني اسال حضرتك كده في البدايه، يعني شايف ان التاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا اتحسم للنادي الاهلي ولا لم يحسم بعد، وان الوداد عنده فرصه النهارده في استاد القاهره ان هو يخطف التاهل ده او يعوض النتيجه اللي فاتت؟ هو بطبيعه الحال نحن نعرف قيمه الاهلي ومستوى الاهلي، نحن نحترمه، يعني نعترف بتاريخ الاهلي وقوه الاهلي ونادي الاهلي اللي هو فريق دائما يشارك، يعني كل موسم يشارك في الشامبيونز ليج. اظن بان الاهلي دائما عنده الشامبيونز ليج الاول ثم البطوله المصريه اظن. فبهذا بطبيعه الحال هو ده شيء مستحيل في كره القدم. يعني نعرف كذلك قيمه نادي الوداد الرياضي، رغم ان المستوى اللي ظهر عليه في مباراه الذهاب لم يرضي الجماهير الوداديه، لان الوداد 5 سنين الاخيره هو كذلك من الفرق القويه واللي يعني عنده قيمه كبيره في الشامبيونز ليج. بطبيعه الحال احنا كنا عارفين بان نادي الاهلي يعني طبيعه جماهيره، يعني الاعضاء اللي كانت توصلنا قبل مباراه الذهاب، لانه الجماهير الاهليه كانت متخوفة، يعني متخوفه من المباراه هنا في مدينه الدار البيضاء، لان كانت يعني بتقول بان تقريبا الى الاهلي رجع بنتيجه ديال التعادل، والى الاتحاد الانتصاري انتصر بهدف لصفر، يعني كنظن بان ما كان يعني ما كانش منتظرين هدفين. طبيعه الحال هدفين فهي مأموريه يعني صعبه لكن غير مستحيله في كره القدم. طب اسمح لي، تقييمك لفرقه الوداد واسباب الخساره امام النادي الاهلي بهدفين في مباراه في شوط المباراه الاول، ايه هي اهم اسبابه من وجهه نظرك؟ هل بتشوف انه التشكيل اللي بدا بيه جاموندي اللقاء، ولا طريقه اللعب والطريقه اللي اتخذها جاموندي لمواجهه النادي الاهلي، ولا تراجع في مستوى اداء اللاعبين؟ يعني تقييمك الشخصي كابتن حسن لمستوى الوداد في المباراه الاولى، وهل من الممكن انه في خلال اسبوع تحدث طفره في مستوى الوداد وهو بيواجه الاهلي في القاهره؟ وبطبيعه الحال انا من يعني يعرف الجميع بان مشكل الوداد كان هي تغييرات خصوصا الاعقاب، تغييرات خصوصا من الناحيه الدفاعيه. والتشكيل اللي ظهر بها الوداد امام الاهلي في مباراه الذهاب يعني ما كانتش منتظره، لانك عارف بان جبران هو وسط ميدان مش دفاع مش قلب دفاع قلب دفاع. يعني هذه من بعض التغييرات اللي كنظن بان اثرت على الفريق، وكذلك مردود بعض اللاعبين لانه حتى الان يعني لم يظهر في هذاك المظهر من بينهم الكرتي بن حسوني، يعني بعض العناصر اللي ما كانش اداءها اللي كان الكل كينتظروا. هذا من العوامل اللي اثرت على المباراه ديال الذهاب، لكن رغم ذلك الهدف الاول سجل عن خطا لجبران، هذا يعني كتوقع في كره القدم، لان هنا لا الوم جبران لانه لاعب كبير، لكن مؤهله جبران في وسط الميدان، لان ربط الاتصال هو ربط الاتصال بين الدفاع وبين الهجوم. بعد ذلك يعني كان طبيعي ان فريق الوداد يعني يحرز على ضربه جزاء اللي ضاعت. ايوه يعني ورغم المستوى اللي ظهروا الوداد ضيع واحد يعني زوج ولا ثلاثة ديال الفرص، لكن يعني وجد امامه فريق اهلي لفريق بدنيا قوي وكذلك تقنيا وتكتيكيا، هذه عوامل اللي خلات يعني اذا كنت